على ضفاف نهر السين تقف عاصمة الموضة والماركات العالمية باريس، أحد الوجهات السياحية الرائدة في العالم، لتروي تاريخها وشغفها بالجمال والأناقة. على الرغم من أن غالبية السياح القادمين إلى هنا يجذبهم التراث الثقافي الغني للمدينة، لكن زيارة المتاجر والعلامات التجارية الفاخرة أمر لابد منه لهؤلاء السياح أيضا، مما يجعل العاصمة الفرنسية مكانا ووجهة مميزة للتسوق. نحن نهتم بالسياح ونضع لهم الخطط التي تتيح لهم المجال لاستكشاف أسرار باريس ونوفر كل الخدمات، وهذا يعتمد على طبيعة السائح والأيام التي سيمضيها هنا. لدينا سياح من جميع أنحاء العالم، وعادة ما يرغب بعض السياح برؤية ما لا يستطيع أن يراه السياح عادة، ونحن نعمل على تأمين هذه التجربة. على مدار العام تستقبل فرنسا ملايين السياح، 60% منهم يقصدون العاصمة الأوروبية الأشهر بالتجارة والأزياء، وتعتبر الماركات العالمية والفخامة مصدر فخر لباريس. أضف إلى ذلك شهرتها بصناعة العطور، وهذا التنوع فتح آفاقا جديدة أمام الشركات لتسهيل التجول بين المعالم التاريخية للمدينة والقيام بتجربة تسوق فريدة. وقد أولت هذه الشركات السائح الخليجي اهتماما خاصا يتناسب والخصوصية التي يبحث عنها دائما. لدينا سياح وزبائن من الإمارات، ومعظمهم يفضلون الخصوصية، لذا نحرص على توفيرها لهم. فالبعض يرغب بتجربة تسوق فريدة ويسألون عن آخر المتاجر والمطاعم التي افتتحت في باريس، فنؤمن لهم هذه الأجواء. موقع باريس المميز في أوروبا جعلها مركز سياحة حيوي ومرجعاً في مجال الأزياء والموضة وكل ما له علاقة بالترف. وتتمتع العاصمة الباريسية بميزة خاصة كونها تحتضن أكبر عدد من المحلات التجارية، حيث أن لكل 1000 نسمة نحو 29 محلاً. أمان النوري لصباح الخير دبي.